دكتور، يعني 17 سنة من الخراب، 17 سنة من عدم وجود محددات حقيقية، ضوابط إيقاعات حقيقية للقوانين، للأنظمة، للتعليمات، لاستراتيجية واضحة في الحكومة العراقية. ما شهده المشهد العراقي من انفجارات، من اغتيالات، من حالات داعش إلى آخره من التفاصيل. أنا لست ناطقاً باسم الحكومة لكي أدافع أو أرد الاتهامات الخاصة بشأن الحكومة. حكومة لديها ناطق، ومن الممكن أنه هي تلجأ وترد إذا كان ما ذكرت بشكل ما ذكرت جنابك الكريم حقيقي أو من عدمه. ما أعرف بهذه القضية ولا داخل في هذه التفصيلات، لكن أنا في حيثية قانون المحكمة الاتحادية العليا. يعني حكومة الآن لديها حكومة، الله يكون بعونها، حكومة ما عندها ولا واحد بالسلطة التشريعية العراقية، استاذ مراد، استاذ مراد، النظام العراقي الان من داخل مجلس النواب، استاذ مراد الان من داخل مجلس النواب، الجلسه بها 255 نائب، وهي اول مره اشوف هالقد عدد، ما شاء الله العدد جاي برغم ما عبروا في تاريخ 260 نائب. اعطيك معلومه، اليوم حاضرين 255 هسه، وصوتوا باغلبيه عندك 30 نائب صار لهم سنه بخارج العراق. بس خلي اكمل لك، هذولاك واحد، هذولاك ما حد يتقرب من عندهم ولا واحد يتحارش بيهم، اصحاب القداسه والسماحه والمعالي، ودول ناس ما تقدر تحكي وياهم، نسميهم احنا الكبار. 255 نائب الان موجود داخل البرلمان، تم التصويت باغلبيه الثلثين على الماده الثامنه والماده العاشره من قانون المحكمه الاتحاديه. انا اريد استاذ صفاء يطيني شنو الماده الثامنه والعاشره حتى ارجع لك. سيدي الكريم، بس يبدو الضيف انه ما متابع جيدا. المحكمة الاتحادية قلنا اكو قانون رقم 30 لعام 2005 اللي شرع بزمن ادارة الدولة، المرحلة الانتقالية. نعم. من فقدة المحكمة الاتحادية نصابها ثلاثة، المفروض مجلس القضاء يرشح ثلاثة بدون ما نروح للبرلمان يرشحون الثلاث قضاة يصادق عليهم رئيس الجمهورية. هذا الطبيعي اذا لم يعدل قانون اي هسه اكو مقترح قانون يوم الخميس يتضمن 18 مادة. يوم الخميس انا اريد اعرف المادة الثامنة والعاشرة. اكو قانون جديد سيدي الكريم للمحكمة الاتحادية، مو الحديث اللي يتكلم عنه الضيف يقول ثلاث قضاة فقدناهم نعوضهم بدون برلمان. هاي مجلس القضاء الاعلى حسب المادة ثلاثة يرشح ثلاث قضاة فقدناهم توفى الله يرحمهم، يرشحهم صادق عليهم رئيس الجمهورية، صارت محكمة اتحادية اشتغلت. المحكمة الاتحادية العليا مو صدرت قانون، قرار. شنو القرار استاذ مراد؟ المحكمة الاتحادية مو قال اختيار القضاة يكون من خلالي ودخلنا في هذا المأزق وفي هذه الاشكالية. سيد الكريم، الاختلاف اللي صار تدري شنو الاختلاف؟ المحكمة الاتحادية يقول، رئيس المحكمة الاتحادية يقول اني ارشح القضاة اللي فقدناهم. المادة 3 من قانون مجلس القضاء يقول أنا اللي أرشح حسب المادة 3. هو فعلا المادة 3 مجلس القضاء اللي مجلس رشح. القضاء هو من يرشح. ايه. ليش ليس المحكمة اللي ترشح؟ أنا متفق وياك. تسوى مجلس القضاء بس إذا تسمح لي. إنه المادة 3 واضحة ودقيقة. جيد أستاذ مراد. المحكمة الاتحادية العليا هو اللي أدخلنا في هذه الشك. أستاذ مراد الآن هل دخلنا بهذه الإشكالية؟ إذا كان هناك قانون للمحكمة الاتحادية والمادة 3 صريحة من المحكمة الاتحادية ولم يتم تعديل هذا القانون، فبالتالي يعني احنا هل من المعقول نسير خلاف القانون؟ مو احنا كدولة، دولة خالفنا القانون، خالفنا الدستور، تبقى القوى السياسية تخالف القوانين والدساتير ولا احد يعترض عليها. سوى مجلس القضاء قام دعوة في محكمة بداءة الكرخ. قال المادة 3 واضحة، انا اللي ارشح القضاة النقص. نعم. استحصل قرار. طيب بطلان القضاة اللي رشحهم رئيس المحكمة الاتحادية وصادق عليهم رئيس الجمهورية. نعم. والقرار موجود وتم نشره بموقع مجلس القضاء الأعلى. طيب القرار انا هسه ارجع المادة 8 والمادة 10 من قانون هن هاي مال ترشيح الفقهاء الدين بين وقفين السني والشيعي، والمادة الأخرى اللي تضمن عمر تحديد عمر. إذن وافق البرلمان مرر قانون.